بحق المصطفى خير الجميع، وهب لي في مدينتك قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. رمضان شهر الصوم ولى وانقضى، أسفا عليك جامع الأحباب. رمضان شهر الصوم ولى وانقضى، أسفا عليك جامع الأحباب. رمضان شهر البر صار مودعا، رمضان شهر البر صار مودعا، والعيد والعيد قد وفى على الأبواب. رمضان شهر التقوى والبر، مضى يا شهر عد ومن على الترحاب. قبل الإله صلاتكم وصيامكم وزكاتكم، قبل الإله صلاتكم وصيامكم وقيامكم، فالخير فالخير يأتيكم من الوهاب. أنت العليم بحالي، فلا تخيب سؤالي. سألتك العفو عني، سألتك العفو عني يا رب، سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقال. يا ضيعة العمر لم أنفقته في المحال، أنفقته في الخطايا، أنفقته في الخطايا وفي الهوى والضلال. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا رب صل على محمد الفاتح.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأداية الدينية وننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية وهذا هو فجر اليوم 29 من شهر رمضان لعام 1434 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم